الخبر اللي جاي، السيسي يستقبل وزير الزراعة البرازيلي لبحث تنشيط العلاقات بين البلدين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وزير الزراعة البرازيلي، وذلك بحضور الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. واستعرض الوزير البرازيلي التقدم الذي أحرزته بلاده في مجال الزراعة، حيث تمكنت ضمن أمور أخرى من زيادة إنتاجيتها من الحبوب خلال 12 عاما الماضية، من 96 مليون طن سنويا إلى 200 مليون طن سنويا، منوها إلى أن بلاده على استعداد للمشاركة ونقل خبراتها في هذا المجال إلى مصر. وقد صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع البرازيل في كافة المجالات، وفي مقدمتها مجال التجارة والزراعة، فضلا عن البحث العلمي لتطوير أساليب استصلاح الأراضي وخاصة الأراضي الصحراوية. دكتور حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة هيكلمنا عن أهمية تبادل الخبرات في الزراعة بين مصر والبرازيل. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، إزاي حضرتك وصباح الخير. صباح النور يا فندم. احنا سمعنا انهم فعلا موجودين مع حضراتكم دلوقتي، فعايزه حضرتك تنقل لنا يعني فعاليات هذا التواجد وكيف سوف تستفيد مصر من هذا التعاون مع البرازيل. انت تعلمي ان البرازيل من الدول التي تقدمت، هي كانت من مجموعه الدول الناميه، ولكنها الحقيقه انا بقول انها سبقت الدول الناميه وتقدمت تقدم زراعي وصناعي هائل في الفتره السابقة. وهذا التطور ملحوظ بين دول العالم تماما، واحنا لنا علاقات تجارية وزراعية بيننا وبين البرازيل، ونستورد منها كميات كبيرة جدا، يمكن من اللحوم الحقيقة، واللحوم البرازيلية من اللحوم ذات الجودة العالية. هناك علاقات تبادلية تجارية بيننا وبين البرازيل، ولكن الزيارة الأتية اللي هي استقبلوا فيها معالي الرئيس أمس، والنهاردة احنا في استقبال معالي الوزير بديوان وزارة الزراعة اليوم، وهناك لقاء مع السيد الدكتور عادل البلتاجي مع السيد وزير الزراعة البرازيلي حاليا، وبيتم التباحث على زيادة التعاون الزراعي وتبادل الخبرات والبحوث وكيفية استصلاح الأراضي ورفع التبادل التجاري الزراعي المصري البرازيلي، والاستفادة من المعلومات الزراعية والتقدم العلمي في البرازيل، وتبادل الخبرات بين البلدين إن شاء الله لصالح شعب مصر وشعب البرازيل. ويمكن بنعكف على يعني الاكتفاء الذاتي في التبادل التجاري في الحاجات اللي احنا بنحتاجها من البرازيل زي الذرة وفول الصويا واللحوم والدواجن، وأيضا بنشوف ايه الحاجات اللي ممكن البرازيل تاخدها من مصر وبتصدرها مصر للبرازيل، بحيث ان احنا بيبقى لصالح رفع الميزان التجاري بين البلدين ان شاء الله. دكتور حمدي، يمكن وزير الزراعة البرازيلي أوضح نقطة مهمة جدا، قال أنه كان في زيادة في إنتاجية الحبوب خلال 12 عام اللي فاتوا من 96 مليون طن إلى 200 مليون طن سنويا. هل مصر إن شاء الله هتقدر تحقق إنتاجية عالية مثل هذه الإنتاجية؟ احنا بنأمل ان شاء الله، واحنا لا نقل عن البرازيل في المحاصيل الاستراتيجية. انت تعلم ان احنا عندنا تقدم هائل في تقاوي الذرة، في تقاوي الارز، في تقاوي القمح، وانت لو شفت القمح المصري الحقيقة بتفوق في جودته على جميع الاقماح العالمية، يمكن بعد الاقماح الامريكية او الاسترالية، احنا يمكن ما نقلش عنهم تماما، لكن انا شفت دول اخرى احنا القمح المصري يتفوق عليهم في النوعية وفي الجودة وفي الكمية، ايضا في الرز، ايضا في الذرة الشامية، وان شاء الله احنا عندنا حاجات كتيرة جدا متفوقين فيها في الخضر وفي الفاكهة، وبنتبادل خبرات بين هذه المواضيع، وبنسعى ان احنا نسد الفجوة الاقتصادية او الحبوبية تقريبا، لان احنا عندنا طبعا مستوى النسل عالي جدا، احنا مقبلين على حاجة و90 مليون، لكن احنا بنعمل بكل قوة وجهد ان احنا نوفر ما يقرب من 60 ل 65 حاليا من الاكتفاء الذاتي من الحبوب، لكن بنامل في السنوات القادمه ان احنا نكتفي تماما من الحبوب وخصوصا القمح. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه، شكرا جزيلا ليك. وطالما احنا